ناصر الزفزافي كمعتقل سياسي الى حدود اليوم. السيد هذا اللي دوز 3 سنين وخمس شهور و14 يوم الى حدود اليوم، ما عرفناش علاش تقبض هذا السيد هذا، فعبر 3 سجون في المغرب اللي دوزها، يعني عكاشة وراس الماء وطنجة جوج، فأعتقد أنه حان الوقت باش يتطلق سراح هذا الإنسان هذا وبمعية كل رفاقه. ولكن الدولة ممثلة ما نعرف في من ما بغاتش تستجب للشارع المغربي ولا للصوت الشعب المغربي ولا لكذا، ما عرفناش هذا التعنت وهذا العناد هذا منين جاي. فهو حاليا قابع في سجن طنجة جوج ويعاني من عدة أمراض ما فهمناش احنا. هاد الناس هادو اللي كيدخلوا في المغرب، المعتقلين السياسيين جماعة اللي كيدخل السجون في المغرب كيخرج كيدخل بصحته وكيخرج بحال اللي كيقولوا السجن المغربي اللي الداخل اللي مولود ولا والخارج منه مفقود ولا بحال هاد الشيء هذا، ما كتخني الكلمات بعض المرات. فاحنا دابا احنا كعائله ديال هؤلاء المعتقلين اللي كاينين في سجن طنجة جوج، كنت يعني نطالب باطلاق سراح هؤلاء المعتقلين المتواجدين في هذا السجن هذا، لانهم عانوا بما فيه الكفايه من المعاناه وكذا. فلهذا كنطالبوا هذه الدوله هذه تشوف شويه بعين الحكمه وبعين الرزانه وبعين شويه ديال الشهامه وشويه ديال الرجوله وشويه ديال كذا، ما تبقاش غير في الموقع ديالها القديم، يعني دائما تعامل المعتقلين بمنطقه او بعمله امنيه فقط. فهذا هو اللي ناصر حاليا يعاني في السجن. من طبيعة الحال هناك عدة معتقلين يعانون، مثلا اللي كاينين حاليا دابا في سجن سلوان بن ناظور اللي بوهنوش باغي يدخل في الإضراب عن الطعام ابتداء من هذا اليوم. ف يعني كنطالبوا هذه الدولة هذه 24 هذا المعتقل اللي باقيين على خلفية حراك الريف، مشي أحداث الحسيمة كما يسميها المخزن، تطلق سراحهم. هذا هو المطلوب ديال العائلات وديال المعتقلين وديال العائلات وديال الريف ككل. فلهذا نطالب بإطلاق سراحهم إن كان هناك مستمع وإن كان هناك من بيده القرار في هذه الدولة هذه، يطلق سراح هاد الناس هادو لا أقل ولا أكثر. هذا الشيء اللي كنطلبوا احنا، لأنه كاينين معتقلين يعانون. ناصر الزفزافي عام هو يطالب هذه الدولة هذه باش يمشي يدير زيارة للجدة ديالو إلى أن توفات، يعني توفاها الله. احنا زعما كنطالبوا هاد الناس هادو تكون فيهم شوية ديال أخلاق إنسانية، شوية ديال على الأقل يطبقوا غير الترسانة القانونية اللي خلقوها في هذه الدولة هذه، لأن كاين عندنا في المغرب ترسانة من القانون ولكن لا تطبق. فنرجو منهم يطبقوا شوية ديال القانون.